عايزني ان انا اطلق مراتي على اساس ان جالك خبر ان الليمب اتقلب من زودياك في الطياره ولا ايه؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. صدق الله العظيم. يا منافق انت منافق انت بمنخرين انت. ما تخلص يا قلق، احنا هنقضيها بقى محايله عليك طول اليوم ولا ايه؟ خلص ما ترمي من الطلعه يا والي. الله مش هطلع انا يا جدعان. يا جدعان في شر مين؟ خليك معايا انت بوعك ده. في شر مين ده ولا في انهي فله بيحصل الكلام ده؟ اطلع مراتي ليه طيب؟ يمين بالله لو ما خلصت لا مؤاخذه دراعك بس يا جنب المامور لا اكون مفرغ الفلفل ده في دماغك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمده. لا يا رب كل حاجه تقف عندك وما تشتغلش. طلع ربنا يتقبل يا اخويا ويبتليك بمرض يخليك تتنطط في الارض. طلع مع اني زعلان منك وانت غلطت فيا بس برضك اني. ايوه انت ايه؟ ديوس صح؟ انت ديوس ولا ايه؟ انت قول ورايا يا ولا. قول ايه؟ زوجاتي فتحيه بنت حسان طالع مني. ربنا يتقبل يا عمده بحاجاتك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عودة. خذ من الحق ربنا يكبر وشك يا ابو سرب. حسب الله ونعم الوكيل فيك. دي جاز شدادك يا بنتي يا قادر. ايه ماني لازمه نقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتك. تحصلي بيه عشب ابليس في الجنه. اخصى عليكي. بتحكي لنا يا بنتي يا فتحيه ايه اللي جرى بناتكم؟ مش هحكي حاجه خليكم كده على نار. بقول لك يا بنتي يا فتحيه ما عندوش ابن عم ابن خال اخ ده انا حبيبتك. لا يا اختي بقطع بيت شجر. ايه طب خليه يشوف لنا ثلاثه فنديه اصحابه يكونوا نفس القطعيه. او النبي يا بنتي يا فتحيه لحسن انا خايفه ابوه. يوه صعبتي عليا يا بنتي انت وهي. هكلبهولكم بس على شرط يكون شبهه كلامه مسكر شهد مكرر. ايوه ويكون وشه زي وشه بالظبط. حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت. لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافك ولا صلوش على النبي. ويكون في طوله وفي عرضه. ايوه اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير من غير جواز. حاكم سليبي مفيش بينه. رايح فين يا سليب؟ مش داخل الدار؟ لا يا بنت الناس انا ما ينفعش اخش الدار خلاص. يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام. ليه كف الله الشر؟ انت ما بقتيش تحليني خلاص. يعني ايه؟ واللي حصل امبارح في ليله الدخله؟ امبارح كنت تحليلي انما النهارده ما تحليليش. تحليليش؟ بالك يا سليب. لا انت طلعني لابني يا حبي. طلعتني؟ انا قلت حتى تهدي بالسلاح. عاجبك يا بوبيتي وهي عينيكم بنواري. يا لهوي يا بشبتك يا فتحية. يا فضحتك يا بنتي يا فتحية. والله انا وافقت بس كده يعني نستنى بس وافقت عشان هو عشان افكر بعد كده هعمل ايه. انما انا مش هسكت والمصحف ده هسكت بقى. انا هوقع في البلد دي. انا هقطع الشجر بتاعه وسد الترعه وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها. اظهر لي وشي يا حمزه وريني شكلك عامل ازاي. يا ولد انت انت لسه عندك تعمل ايه يا ولد؟ انا كنت بمدح على بتاع العيش. ايه؟ لا غور يلا. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه. غور وحياة امي لحدامك بالطوب. يلا يا مجنون غور يلا يا مجنون. يا قمر
ايه ما ايه الحلاوه دي؟ انا خايف عليكي من عيون الناس، هتاكلك اكل. ما تخش جوه. اخش فين يا عبد؟ خش جوه لعلطي نفسك كده وجهزي، ها، وتغندري وجهزي الليله بتاعتك دي ليلتك. يا عروسه قمر يا ناس، قمر قمر. البنت دي وزه. وزه ايه يا عمده؟ دي بطه. انت مال اهلك انت؟ انت مالك انت ومال البط والوز؟ انت تتكلم في الجاموسه، في البقره، في الغربه، ورايا يا حمار. وكأن القيامه هتقوم يا رجاله، يطلقكم مراتك بالقوه. حقها بطلوا ده واسمعوا دي. طب ايه عند الحاجه؟ وانت كل شويه مقضيها لي الغاز. اللي بتطلوا ده وحلقوه ده، انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار. خلي طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوه الا بالله. واكيد شيخ البلد كان حاضر وموالس معاه. هو ده شيخ بلد؟ انا عارف شكل شيخ البلد، انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي. ده شكل الكفار، ده هيترمي في النار بماشا ماشا. دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا يا رجاله. طب وهنعمل ايه يا اخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافيه، لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمده. والله العظيم هفرقكم على العمده ده، هخلي وجه الارض كله يتفرج عليهم عمرناطه كده في حد الارض. هتشوفوا. هتعمل ايه يا سعيد؟ اللي هعمل ايه؟ انت هتشوف الليمبي هيعمل ايه؟ هي ديتها بس كده راح صاعت على السيده زينب وانزل على البرتيده بتاعتي. الواد سعيد نجمنا وحسن ابو خد كبير، ونيجي نطربعها بقى عليها هنا في قلب الليل. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحر اللي عشان خاطر اروح فيه للسيده زينب؟ لا حول الله يا رب، الراجل بيخطرف يا جماعه. بقول لك ايه؟ انت احسن حاجه تطخ عيارين تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه على الزعيم، الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم؟ أيوة. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. هو انتوا طبخين ايه النهارده؟ بلوزي. بلوزه اللي هم بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي؟ اعلانات؟ ما دي الله 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 الله. الحياة والخشة جرافيه امها، وانفع تترجفي للمراجوز. طب ما بتترجفي ليش انيلا؟ هو انت خطيبي؟ طب هو حبيبي؟ الله شيخت رنب عبون دوية معمارة القوة حرق له واحد اللي بالك. بيان هام، مش عايز اسمع هسة. دبت نملة زقزقت عصفورة، ولا حب اسمع حمار ينهق ولا بقرة تنعر، خصوصا في الليلة المفترجة دي. فاهمين يا حوش؟ هو فين حوش يا عمدي؟ انت الحوش يا غبي. بطاية. فاهم يا عمدة فاهم. نرجتك ده يا فمك. نور يا الله. انت يا اختي بتتحسبك ليه يا بنت انت يا روح امك انت؟ مش قلت لك تخلصي من زمان؟ حاضر يا عمدي. يا اخويا. ها؟ أني؟ عايزة إيه؟ لا لا صحيح في إيه يعني؟ تعالى يا عمري. وطي صوتك طيب. على إيه؟ إيه بلاش من عند الماء بالراحة. إيه ده؟ خير يا نور عيني؟ خير يا راجل، مالك في إيه؟ لا لا يعني أصل الزفة خلصت وأنت كلك نظر، يعني بعد الزفة إيه؟ الإجراءات يعني. انت يا راجل مش اتزفيت واتزفت وتنيلت بستين نيله؟
في ايه تاني؟ واني يعني حجيب العيل بالزفة بس اياك؟ احنا مش اتفقنا يا عمدي ان ليلة الدخلة دي تقضيها معايا اني؟ حصل. ايه اللي جد؟ ما جدش، سيبيني والنبي اخرج بس. تعالى هنا اهو. ايه؟ قدامي على السرير. فين؟ اطلع على السرير. حاضر يا بنت تدري. حاضر. نعم اهو. وطي اللندا يا عمدي. ليه؟ هي غارق؟ وطي اللندا. حاضر يا بنت تدري. ايه العجلابيتك يا عمدي؟ اغسل الشر يا مقتدر. ايه العجلابيه يا عمدي؟ نامي لوحدك يا عيني. العمده مرضه مني الليله، ده ما بيستغناش عني ابدا. ومن نجمه تقومي يا بت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبه تحلبي وترجعي يا بت تنضفي الدار. العروسة قال والنبي والنبي يا رب فكني بالعبده وظلمه وجبروته ورجع لي حبيبي جوزي سليبي. يا حبيبتي فتحي ده سليبي. يا حبيبتي حبيبتي انت الحق. ايه رايك يا بنت في المفاجاه دي؟ حبيبي يا سليبي. الحمد لله الحمد لله. أخيرا فتحية القدر جمع بعضنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي قلبي وبهجتي فداك يا سليبي. أخيرا أخيرا السبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حبيبتي فتحية أنا قول قول يا عيني. أنا إيه؟ أنا جعان أوي يا حبيبي. يا عيون قلب فتحية من جوه.